أنا إلى اليوم كنت أتابع يعني موضوع المصارف ومصرف الجمهورية أو غيره يعني، وبعض المعاملات المالية، لأنه في البداية كانت في العقود مشكلة، كانت هناك إشكالية في صحة العقود، ولكن هذه العقود صححت الآن. يعني ناحية العقود في ذاتها ليس فيها إشكال في مصرف الجمهورية، ولكن المشكلة التي تحتاج إلى متابعة هي في تطبيق هذه العقود على الوجه الصحيح، وعدم تجاوز هذه العقود المكتوبة في الورق. هناك يعني تدقيق شرعي، هناك مدقق شرعي، يعني هو عضو أو تابع لهيئة الرقابة الشرعية على المصارف. فأي عقد مثلا من مصرف الجمهورية تجدون فيه يعني أن المدقق الشرعي قد وقع على العقد، فالعقد لا يكون فيه إشكال بإذن الله تعالى. لكن إذا خلى العقد من متابعة المدقق الشرعي فمعناه أن المعاملة فيها خلل، فليبتعد الإنسان عنه.